وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السفيرة فاطمة عبد الله الضاعن، المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. نرحب بك سعادة السفيرة في نشرة أخبار الثامنة. أهلا بك أستاذة فاطمة. يعني أنت مدير للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، لا شك أن المبادرات التي تبنتها وطرحتها مملكة البحرين عندما تحدث عنها جلالة الملك في قمة البحرين الأسبوع الماضي بحاجة لجهد دبلوماسي وعمل دبلوماسي تقوم به وزارة الخارجية، ما يتعلق بالمؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية وبالسلام، وأيضا ما يتعلق بدعم المتضررين من النزاعات والصراعات في مجال الرعاية الصحية والطبية وفي مجال أيضا التعليم. ما الدور الذي ممكن أن تقوم به وزارة الخارجية مع المنظمات الدولية والأممية من أجل تحقيق هذه المبادرات ووضعها يعني حيز التنفيذ؟ فبداية أشكركم على هذه الاستضافة، وأحب أبتدي كلامي بالتهنئة للقيادة الرشيدة على نجاح هذه الحدث الهام، على نجاح هذه القمة التي لم تؤكد فقط على وحدة الصف والتضامن العربي، بل كانت علامة فارقة في العمل الدبلوماسي، محطة تاريخية تستوجب منا أن احنا نتوقف عندها ونتفكر فيها، وذلك لعدة معطيات لعل أهمها وفي سياق حديثنا اليوم أن مملكة البحرين بموجب رؤيتها الشمولية بعيدة المدى استطاعت اليوم أنها تثبت مجدداً أنها متقدمة للصفوف الإقليمية والدولية في جهودها الحثيثة لإرساء الأمن والسلم الدوليين. عندما نرى هذه المبادرات اليوم الصادرة عن هذه القمة التاريخية، هي مبادرات ترتكز على ذات مرتكزات الأمم المتحدة. لدينا مرتكز الحفظ الأمن والسلم الدوليين، وأيضاً مرتكز التنمية كصنوان متلازمان في نفس الوقت. إذن هذه القمة بجميع مخرجاتها كان لها بعد أممي واضح، وتنفيذ هذه المبادرات بطبيعة الحال سوف يكون له مثل هذه الصدى بالتعاون مع هذه المنظمات. فإذا نحن سوف نصنف دور المنظمات مستقبلا في تنفيذ هذه المبادرات، فسوف يكون في ذات سياق هذه المرتكزات. نعم سعادة السفيرة، نعلم جميعا أن يعني المسيرة الدبلوماسية في مملكة البحرين منذ البداية يعني برعت في ما يخص دبلوماسية المنظمات على وجه التحديد. نتحدث عن يعني مدى مساهمة هذه المنظمات في تنفيذ المبادرات النوعية التي طرحتها البحرين في القمة العربية. وفي الحقيقة مسألة تنفيذ أو حتى متابعة تنفيذ أي مبادرة كانت هي مسألة هامة للغاية، هي مسألة فارقة في العمل الدولي إذا صح التعبير. لذلك نجد أن مملكة البحرين إيمانا منها بهذا المبدأ، ولأنها دائما ما كانت سباقة في الالتزام بمبادرات وتنفيذ الالتزامات الدولية، وجادة في تحمل مسؤولياتها في المجتمع الدولي، لذلك بادرت مملكة البحرين بإنشاء أو استحداث آلية جديدة ضمن جامعة الدول العربية، فتم استصدار هذا القرار إحدى قرارات القمة التي تدعو إلى أن تكون مملكة البحرين تقود عملية التنسيق ومتابعة تنفيذ هذه المبادرات. لذلك صدر يوم الاثنين الماضي قرار تشكيل اللجنة الوطنية التي سوف تقود هذه الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات والوكالات الأممية المتخصصة. هل بدأتم بالتوجيه الذي صدر أيضا في مجلس الوزراء فريق البحرين؟ بدأت وزارة الخارجية خطوات عملية من أن بالتأكيد بدأت بالتأكيد. نعم. شكرا جزيلا لك يا أستاذة فاطمة عبد الله الضاعن، المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. شكرا لحضورك. شكرا على الاستضافة. شكرا سعادة السفيرة.